رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء عيسى الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الفل على حضرتك. اهلا، مساء الخير. مساء الخير يا شيماء، منورنا كالعاده في كلام في الميديا على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، تسلم، ربنا يخليك. طبعا عايزين نتكلم على حاجات كتير قوي، وهنبتديها بقى بمباراه امبارح، مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي في البطوله العربيه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. شفت اللقاء ده ازاي؟ شفت ان ده استنساخ لتجربه النادي الاهلي عاشها في هذا الموسم، كانت في نفس البطولة، في نفس البطولة مباراته مع النجم الساحلي، وكان وقتها كان الاهلي عنده المباراة الاخيرة في مرحلة دوري المجموعات مع الترجي، وكان بعديها بيستعد لمباراة حورية كوناكري، فكان نفس في دور الثمانية، كان نفس الظروف ونفس النادي الاهلي كان عليه ان هو يضحي او يعني مش يغامر، ما يرميش كل القوة الضربة بتاعته، الوقت قصير جدا بالبطولات. النادي الاهلي النادي الوحيد في العالم بلا يعني مش مبالغه، النادي الوحيد في العالم بيلعب اربع بطولات متزامنه، بيلعب دوري وكاس في مصر، وبيلعب بطوله عربيه وبطوله افريقيه. مفيش نادي في العالم بيلعب اربع بطولات في توقيت واحد. صحيح، في توقيت واحد متزامن يعني. فالنادي الاهلي طبعا انت عارف ان البطوله العربيه بالنسبه للنادي الاهلي دي بطوله يعني ليها اغراءات كتيره جدا ماديه. صحيح. ليها امور اكتر بعيده عن كره القدم، ليها علاقات، ليها قوميه عربيه، والنادي الاهلي لازم يكون حاضر فيها بشكل ما. فلكن التزامن طبعا، تزامن التوقيت ده بيخلي النادي الاهلي بيكون مطالب في وقت ما ان هو يخوض البطوله العربيه، وخاصه مباراه الذهاب يعني، ودايما حظه سيء ان دايما مباراه الذهاب بيلعبها بتشكيل اضطراري، او ان هو لازم يكون مجبر ان هو ما يلعبش بالقوه الضربه الاساسيه. شفنا ده حصل في مباراه النجم الساحلي، في مباراه النجم اللبناني، في مباراه الذهاب في القاهره تعادلنا فيها 0-0، وامبارح اتكرر في مباراه الوصل الاماراتي، رغم ان المره دي مستر كارتون اشرق اكبر عدد من اللاعبين الجاهزين من اللعيبه الكبار. يعني شفنا عاشور امبارح بيلعب، شفنا احمد فتحي امبارح بيلعب، لكن ما كانوش موجودين في المباراه النجم اللبناني في المباراه الاولى، لكن كانوا موجودين في المباراه الثانيه، وان شاء الله باذن الله هيكون نفس الامر هيتكرر، يعني التجربه تتكرر ثاني ان شاء الله باذن الله في مباراه العوده مع الوصل الاماراتي. النادي الاهلي يكون تفرغ تماما من مباراه من دوري ابطال افريقيا باذن الله، ويكون متوج بالبطوله باذن الله. وهيكون بس يمكن قبليها بس هتكون مباراه السوبر المصري السعودي. صحيح. يمكن بس دي شويه اللي هيكون التوقيت بس متشابه بين او متزامن بين مباراه الاهلي والسوبر السعودي مع الاتحاد جده، وبين مباراه العوده قدام الوصل. يمكن تزاحم وتشاحن البطولات مع النادي الاهلي في توقيت واحد دي عامله مشكله فنيه كبيره للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم طبعا عن الاصابات اللي ضربت النادي الاهلي، ويمكن الناس كلها قلقانه من امبارح على محمد الشناوي، وهل هيكون جاهز للقاء الترجي التونسي ان شاء الله، اللقاء الهام والحاسم بالنسبه لنا يوم الجمعه اللي جايه. طبعا احنا سمعنا ان الجهاز الطبي دلوقتي بيسابق الزمان ان هو يجهزه يكون موجود ان شاء الله في اللقاء المهم، اللقاء النهائي الافريقي. هو الامر مش مزعج يعني، اصابه محمد الشناوي نفسها مش مزعجه، لان احنا شفناه خارج على رجليه، ودي كمان بتدي طمانينه لما يكون حاسس بمرمى او اي لاعب مصاب بيكون خارج على رجليه، دي بتدي شويه نوع من الطمانينه عند الجمهور، حتى عند الجمهور والجهاز الطبي. صحيح. حتى كمان على المستوى الفني مفيش مشكله عند النادي الاهلي، مفيش مشكله جامده، ان حتى لو لا قدر الله غاب محمد الشناوي في بديل او في حارس كبير موجود، شريف اكرامي. شريف اكرامي موقوف افريقيا، ما خلصت مبارتين، خلاص انتهى مبارتين. خلصت مبارتين. فبالتالي هيكون موجود في مباراه يعني لو 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 محمد الشناوي ما تمثلش لشفاه، تمام، هيكون موجود معانا في ماتش الترجي. وشريف اكرامي كان موجود، يعني شريف اكرامي واحد من ضمن اربع لاعبين باقيين من الجيل اللي هو فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا 2012 في رادس. يعني يمكن لو رجعنا بذاكره ورا شويه هنشوف ان الباقي من جيل اللي فاز على الترجي في تونس في رادس عام 2012 موجود شريف اكرامي، موجود محمد نجيب، موجود شريف حسام عاشور، وليد سليمان. صحيح. دول الرباعي الموجود، واحمد فتحي كمان موجود. فدي عندنا خمس لاعبين باستثناء محمد نجيب للاصابه يعني، فعندنا دلوقتي عندنا اربع لاعبين موجودين خاضوا مباراه، خاضوا نهائي 2012. فده يعني اقصد ان مش يعني مش امر مش مزعج ان لو محمد الشناوي غاب، لان شريف اكرامي موجود، وشريف اكرامي حارس كبير جدا جدا طبعاً جدا طبعاً، وعنده خبرات كبيره جدا، وعنده طبعا يعني فاز بكثير جدا بطولات افريقيه، ولعب مباريات صعبه جدا مع النادي الاهلي. انا بالنسبه لي الامر يعني انا لا اقف اماما يعني تماما قدام جزئيه ان شريف اكرامي يلعب او محمد الشناوي، دي لا تعنيني. صحيح. انا ممكن تعنيني بعض المراكز الاخرى، لان طالما نكون الاثنين في
على مستوى واحد. صحيح. فبالتالي ممكن صحيح. الاهلي اخذ بطولات وكان شريف اكرامي هو حارس مرمى النادي الاهلي طبعا وان شاء الله حتى لو موجود طبعا طبعا. ولكن انا ممكن اقف قدام بعض المراكز الاخرى المهمه، مثلا زي لا مثلا لو لا قدر الله مثلا وليد ازارو مصاب كانت تبقى في مشكله حقيقيه عند النادي الاهلي. لو صحيح. كان لا قدر الله احمد فتحي غاب كانت تبقى في مشكله حقيقيه عند النادي الاهلي. عصام عاشور غاب، في بعض ايمن اشرف، في بعض العناصر لو غابت لا ممكن تعمل ازعاج حقيقي للنادي الاهلي. صحيح. زي الازعاج الموجود بسبب غياب علي معلول. صحيح. غياب علي معلول لان غياب علي معلول لو علي معلول كان سليم وكان معانا في المباراه القادمه اكيد كانت فرق طبعا كتير. طبعا كان يفرق لانه طبعا خاصه ان اللاعب كمان عنده خبره دوليه كبيره قوي. صحيح. يعني شفناه لما حتى في مباراه الترجي لما اخطا وكان سبب في هدف الاهلي الاول للترجي ازاي رجع بسرعه اثناء المباراه، ما وقفش قدام الخطا بتاعه، ما تاثرش سلبيا بالخطا بتاعه، ورجع ازاي يعني في نفس المباراه وبعديها بدقيقه رجع وكان هو سبب الفوز للنادي الاهلي. دي اللي تدل على ثقه اللاعب في نفسه، على تراكم خبرات عند اللاعب، ان ازاي لاعب هزه لو حصلت له هزه اثناء المباراه ازاي يقدر يخرج منها سريعا، ازاي ممكن يتغلب على حالته النفسيه في الملعب. في لعيبه لو اخطات اثناء المباراه بتبقى خارج الجيم طول المباراه، لكن لما يكون لعيب بحجم علي معلول ويمتلك كل هذه الخبرات الدوليه، دي اللعيبه نوعيه من اللعيبه اللي هي تقدر تعود للمباراه حتى لو اخطات. وده نفس الامر موجود عند احمد فتحي برضه نفس الامر. يعني احمد فتحي ممكن في اي لحظه تلاقيه يصنع فرق النادي الاهلي حتى ومركزه ظهير ايمن، واحنا شفناه في ماتشات كتير جدا احمد فتحي يمكن الفتره اللي فاتت دي، حتى بالامس امبارح شفناه ازاي من ضربه حره بيسجل هدف التقدم للنادي الاهلي قبل ما الوصل يتعادل ويتقدم. امبارح كارترون يعني توجه ليه انتقادات كتير قوي لان هو كان بيشرك اللعيبه الاساسيين وما فضلش ان هو يريحهم لغايه المباراه اللي جايه قصاد الترجي التونسي. شايف الانتقادات دي ازاي؟ هو الراجل كان بين نارين، يعني هو كان بين نارين، بين ان هو يحافظ على فرص النادي الاهلي في البطوله العربيه، وبين ان هو يحافظ على قوه الضربه. يعني انا بس الشيء الوحيد اللي ممكن اخذه على مستر كارترون هو عدم هو الدفع بمحمد شناوي من البدايه. انا شايف ان محمد شناوي مجهد، لعب مباريات كتيره جدا الفتره اللي فاتت، بس كان الرد النهارده موجود على الصحف وفي مواقع الالكترونيه عن النادي الاهلي على لسان كابتن محمد يوسف كمان ان هو ما كانش بيشتكي من اي حاجه، ما كانش في اي شكوى. ماشي. لكن انا كمدير فني دايما وابدا في بعض المراكز لازم يكون فيها اعمل حساب لاي ظروف طريقه. يعني صحيح. انا كنت شايف ان شريف اكرامي كان وجوده امبارح كان مهم جدا. صحيح. على الاقل يخلص شريف اكرامي نفسه، هو طبعا حارس مرمى كبير وما تفرقش معاه، ما بيقفش قدام حاجه دي، لكن اكيد لو كان شريف اكرامي بدا اساسا امبارح كان حالته النفسيه كانت تبقى افضل بكتير جدا. ورغم ان هو برده لما شارك عمل كان بشكل ايجابي، لكن سوء حظه ان هو دخل فيها هدفين. شايف ان مشاركه احمد فتحي وده لا يقلل منه ابدا 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 ابدا. انا الشيء الوحيد اللي اخذ على مصر كرتون امبارح هو عدم الدفع بالشيف كرام من البدايه. انا صحيح. كنت اتمنى الشيف كرام يكون موجود. طب انت ايه رايك في قرار باتريس كارتيرون ان هو ما رضيش ان هو يكمل باللعيبه في المعسكر لغايه يوم الجمعه اللي جايه او لغايه المباراه القادمه، وفضل ان هو يرجعهم تاني على القاهره، وبرده في نفس اليوم او تاني يوم النهارده كان في تدريب للفريق؟ ده طبيعي جدا، طبيعي جدا ان هو امبارح كمان لانه ما لعبش بالقوه الاساسيه او التشكيل الاساسي، فبالتالي هو عنده تقريبا 50% من اللاعبين ما شاركوش، فبالتالي لازم يعني هو قدامه اثنين ثلاثه اربعه وخميس قدامه اربع ايام فيها منهم يوم سفر اللي هو يوم اللي هسافر فيه اسكندريه. هو كمان حته المعسكرات الطويله دي مزعجه للاعيبه النادي الاهلي. هو قال انا ما بحبش الملل، لان خاصه كمان اللعيبه لسه راجعه من تونس، لسه راجعه من الجزائر، وقبل كده كانوا لسه في معسكر مباراه وفاق سطيف هنا، وبعد كده سافروا الجزائر، وبعد كده قبليها كان في حريه كوناكري. فلا اللعيبه دخلوا في معسكرات كتير جدا، حتى المعسكرات المحليه هنا النادي الاهلي كمان، حتى ان هو بيلعب مباراه في برج العرب او بتاع ده بيخليه بيسافر بدري، فاللعيبه بتخش اجواء معسكر. صحيح. فده امر مزعج جدا وامر ممكن ياثر سلبيا على اللاعبين اكيد على نفسيتهم. بالظبط لكن بعيد عن اهلهم. طبعا ده بيفرق كتير جدا معاهم، لكن ممكن ده يكون موجود في ممكن يعمل معسكر قبل المباراه العوده في رادس، ممكن النادي الاهلي يسافر قبل المباراه بوقت كافي. طيب في رايك بقى اهم الكلام اللي هيواجهه كارتيرون طبعا في الفتره الجايه، اهم الانتقادات اللي لسه هيواجهها كارتيرون في الفتره اللي جايه، هيتكلموا على ايه؟ شوف كارتيرون، انا يمكن قلت لحضرتك هنا في اول حلقه ان اهم ميزه عند هذا الرجل ان هو لا يشتكي. الجديد اللي ممكن اضيفه ان الراجل ده كمان بيحول الحاجات السلبيه لايجابيه. يعني عندما تحدثيه عن غياب لاعبين، يعني انا توقفت بدهشه لما سالوه قبل مباراه وفاق سطيف عن غياب بعض اللاعبين في النادي الاهلي. قال لما بتتكلمون عن غياب يا ريت تتكلمون على ان في لعيبه رجعت،
فازاي هو بي 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 ازاي هو بيواجه الانتقاد او السلبيه بشيء ايجابي، ده شيء يحسب له. فانا لحد دلوقتي متمسك ان كارتونون هو افضل مدير فني جه للنادي الاهلي في هذا التوقيت، لانه طول ما في مدير فني عندك قادر ان هو يتعامل مع كل الظروف الموائمه وكل الظروف المتاحه ولا يشتكي، فهذا مدرب جيد. كمان ان هو يحول الامور السلبيه لامور ايجابيه ده شيء يحسب له. انا ما شفتش راجل لحد دلوقتي بيطلع ينتقد في اي مناسبه، ما انتقدش اي لعيب من عنده، ما بينتقدش الظروف ولا المناخ ولا درجه الحراره ولا الاجواء ولا التحكيم. صحيح. يمكن لا دايما بالعكس بيرد، بنقوله طب دلوقتي ان جيل صناعي هتعمل ايه؟ يقول لا اللعيبه اللي عندي عندهم خبرات يعني كافيه ان هم يقدروا يواجهوا اي بيقول عندك غيابات كذا كذا، لا لا احنا ساعدنا فلان وفلان وفلان وفلان. هو ما بيحاولش يصدر طاقه سلبيه للاعيب ولا جماهيره. صحيح. فبالتالي دايما بيخلينا متفائلين. يمكن تصريحاته شويه بتدي نوع من التفائل، يمكن لو مدير فني جه متفائل وواقعي في واقعي طبعا، واقعي جدا جدا. فانا انتقاداته طبعا هي انتقاداته دي مش هتكون هتبقى على مشاركه بعض اللاعبين، يعني هي اقصى حاجه ممكن تعرض للانتقادات ان هو يشرك فريق على حساب فريق، ودي وجهه نظر ودي وجهه نظر. لكن كارترون مش مسؤول عن عن عن, عن الاجنده المزدحمه، مش مسؤول على حشر البطوله العربيه في وقت فراغات البطوله الافريقيه. يعني انت ازاي ترجع من ماتش وفاق سطيف ترجع تلعب ماتش بطوله عربيه؟ ده امر صعب جدا جدا. حقيقي. وبنشوف ازاي في بعض الانديه يعني البطوله العربيه حضرتك لما تشوفي يعني طب خلاص ادي وفاق سطيف امبارح، وفاق سطيف امبارح اللي خرج من دوري ابطال افريقيا على يد النادي الاهلي امبارح كان بيلعب على ارضه وسط جمهوره امام اهلي جده، وبالنسبه له البطوله العربيه اصبحت هي مطلب جماهيري، لان دي البطوله دي بالنسبه لفاق سطيف خلاص ما بقيش عنده غيرها. اذا كان اراد اذا اراد وفاق سطيف انه رغم ذلك خسر على ارضه، خسر على ارضه وسط جمهوره من اهلي جده بمشاركه لاعبنا طبعا المصري محمد عبد الشافي. امبارح وفاق سطيف خرج، يعني شوفي حتى انه ولعب بقوه ضاربه. يعني انا امبارح تابعت مباراه وفاق سطيف واهلي جده، وفاق سطيف بتاع لعبت بكل قوه ضاربه اللي لعب بيها قدام النادي الاهلي، ورغم ذلك خسر على ارضه وسط جمهوره. وطبعا كان في ثوره غضب كبيره جدا في نهايه المباراه من جماهير وفاق سطيف، لان كانوا بيعولوا على الفوز ببطوله العربيه. لكن احنا شفنا النادي الاهلي رغم الغياب، رغم ان اللي عنده مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، وعنده مباراه مهمة مع الترجي، وعنده حسابات فنية ولعب بصف تاني، لكن أو مش لعب بصف تاني يعني راح بعض العناصر الأساسية، لكن رغم ذلك ما خرجش خسارة أمام الوسط. صحيح. طبعا بغض النظر طبعا يعني ما فيش وجه مقارنة بين الوصل وبين أهل جدة السعودية، طبعا أهل جدة طبعا أفضل، يمكن خبرات لعيبته أفضل، لكن الوصل امبارح فاجئنا بعرض قوي جدا جدا. حقيقي. طيب يعني من أهم القرارات أو من أهم التوجيهات اللي جت للعيبة من الجهاز الفني بعاده تماما عن اللقاءات أو الحوارات الصحفية والتلفزيونية وأكيد كمان عن السوشيال ميديا، شايف القرار ده إزاي؟ ده قرار إيجابي جدا، وقرار اعتدنا عليه. يمكن حتى الإعلاميين الفترة اللي فاتت ما بقوش حتى بيدوروا على لعيبة النادي الأهلي من كتر القرارات الحظر. يعني أنا كإعلامي ما بقتش حريص إن أنا أو ما بقتش مهتم إن أنا أتواصل مع لعيبة النادي الأهلي، لأن عارف إن في هذا التوقيت بيتم فرض حظر على لعيبة النادي الأهلي. ده بيديهم تركيز، وعلى فكرة هذا القرار بي 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 يعني بينقذ لعيبة النادي الأهلي مغلطات كبيرة جدا، ودي قالها لي عدد كبير جدا من اللاعبين، قال إن هم بيكونوا أسعد الناس بالحظر الإعلامي ده، لأن هم بيرفع عنهم الحرج في مناسبات كتيرة جدا، مناسبات إعلامية، وخاصة لما يكونوا مرتبطين بأصدقاء إعلاميين وكده، بيطلبوا منهم تصريحات معينة في وقت معين، وده بيسبب نوع من الإحراج بحكم الصداقة بحكم بتاع. فبالحظر قرار الحظر ده بيكون طوق نجاة لعيبة النادي الأهلي للخروج من مواقف صعبة كتير جدا جدا. صحيح. وطبعا طبعا انت لو كنا اتكلمنا، لو كان دلوقتي في مسموح للعيبة النادي الأهلي التواصل الإعلامي مع أي وسيلة إعلامية، كان ممكن الناس تاخد النادي الأهلي في سكة، أو تاخد لعيبة النادي الأهلي في سكة التعادل مع الوسط الإماراتي، ويخلوا لعيبة الأهلي تنشغل بعض الوقت عن مباراة الترجي. أنا شايف القرار إيجابي جدا جدا وفي توقيته المناسب طبعا. النادي الاهلي طبع 60,000 تذكره للقاء القادم قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله على استاد برج العرب. توجه ايه رسالتك لجمهور النادي الاهلي اللي هيروح ان شاء الله هناك عشان يتفرج على اللقاء؟ انا كنت اتمنى ان ما يكونش في تحديد عدد الجماهير، يعني انا اتمنى ان كنت اتمنى كلمه تحديد عدد من الجمهور ده، يعني حتى لو ساعه استاد برج العرب 80,000، لكن 60,000 ده طبعا عدد كبير جدا، لكن ما فيش فرق كبير قوي بين 60 وبين 80، يعني الفرق مش ضخم. يعني صحيح. انت مش بتكلمي مثلا على 20,000 يمكن 80% مثلا. بالظبط. يعني انا طالما قادر ان انا افتح المدرجات ل 80% او اكثر من 80%، يبقى انا قادر افتحها 100%. صحيح. فانا كنت ضد فكره ان تحديد عدد التذاكر، انا كنت اشوف ان نطرح عدد التذاكر بعد المدرجات، وخاصه ان احنا في مناسبات كثيره جدا جدا طرحنا عدد التذاكر للمباريات للمنتخب الوطني،
يمكن اخرها مباراه الزمالك وصن داونز في نهائي دوري ابطال افريقيا 2016 على ملعب برج العرب، قالوا ان العدد المسموح بدخول المباراه 40,000، وقتها كان المسموح ليه ب 40,000، وشفنا استاد برج العرب كان كامل العدد اكثر من 60 او 80,000 متفرج زملكاوي وجمهور وانا انا واثق طبعا ان اللي يكون موجود اكثر من 60,000، فما كان يجب على الامن اللي هو القادر ان هو يامن 60,000، طالما الادرة 60,000 قادر انك تامن 80,000. كلمه كمان تحديد عدد التذاكر دي بتخلي بعض الناس يعني تخاف من ان تفكر في الذهاب، لانها حتى لو راحت خايفه ان هي ممكن ما تلاقيش تذكره في اخر وقت. يعني شوف حضرتك كميه الناس اللي بتطلب مننا احنا كاعلاميين تذاكر للمباراه، شوف كم الناس ازاي الناس كمان خايفه ان هي تروح، لان عارفه ان العدد قليل قوي بالنسبه لها 60,000 ده، هي مش عارفه 60,000 ده يتم طرحهم ازاي، حكايه الحجز الالكتروني، حكايه التذاكر اللي بتتباع في منافس التوزيع في النادي الاهلي، الناس مش عارفه ازاي. لكن كلمه لو احنا كنا قلنا المدرجات مفتوحه كامله، ده كان هيعمل نوع من الهدوء شويه عند جمهور النادي الاهلي. اكيد. طيب خليني بقى اسالك، المباراه القادمه توقعاتك ليها ايه؟ وشايف ايه اللي هيحصل فيها؟ ازاي هيتعامل باتريس كارتيرون مع الغيابات مع الاصابات؟ هل احنا جاهزين بنسبه قد ايه؟ وبرده الترجي التونسي شايف هيتعامل ازاي مع النادي الاهلي؟ احنا كنا بنلعب الترجي في شهر، يعني قبل شهرين بالظبط، يعني احنا كنا في منتصف اغسطس الماضي كان عندنا مباراه مع الترجي في مرحله دور المجموعات. مفيش حاجه حصلت كبيره، يعني مفيش ولا كانت في فتره انتقالات صيفيه، اللي كانت وقتها اللي كان موسم انتقالات كان خلص في النادي، كان خلص في مصر وكانت قفل في تونس، فبالتالي مفيش اضافات. يعني الاثنين هيلعبوا بنفس العناصر تقريبا الموجوده. في بعض يعني الاثنين تقريبا لو حضرتك شفت القائمه بتاعت اللي هم لعبوا في اغسطس الماضي، قائمة النادي الاهلي وقائمة نادي الترجي هتلاقيهم قائمتين، هم نفس القائمتين، مفيش هتبقى تغييرات محدودة جدا في القوائم. في ممكن احنا زي ما بنتكلم اصابة علي معلول هنا، ممكن هناك يكون عندهم مشكلة في حراسة المرمى. رامي الجعيدي اللي هو حارس المرمى تعرض لانتقادات عنيفة جدا بعد ماتش اول اغسطس لما دخل فيه هدفين وهو يتحمل مسؤولية هدفين. دلوقتي في مقارنة يعني او في جدل، مين اللي يحرس مرمى الترجي، رامي الجعيدي ولا معز بن شرفية اللي هو الحارس الاساسي؟ نادي الترجي بيعاني من عنده نقطة ضعف في الدفاع واضحة جدا جدا في الفريق، يمكن شفناها بوضوح في مباراة اول اغسطس، ازاي ان كان فريق اول اغسطس كان تقريبا كل دقيقتين او ثلاث دقائق كان بيهدد مرمى الترجي، جاب هدفين في الترجي، وده امر صعب جدا ان الترجي يخش فيها هدفين في مباراه بالنسبه له، مباراه كان بيدور فيها على فوز نظيف بهدفين نظيفين يخش فيها هدفين، ده امر صعب جدا. وغير ان كان في مثلا التحكيم كان ليه دور مؤثر جدا، كان ممكن الفريق الانجولي يسجل اكثر من هدفين، فبالتالي النادي الترجي ما زال يعاني من دفاعات، والنادي الاهلي برضه عنده مشكله هجوميه. يعني اذا كان الترجي بيعاني دفاعيا، النادي الاهلي برضه بيعاني هجوميا، ودي حقيقه لازم يعترف بيها. النادي الاهلي كم الفرص اللي بتتاح ليه في المباريات اكثر بكتير من المسجله، وده امر ممكن البعض بيعتبر الامر ده ايجابي، ان النادي الاهلي بيوصل كتير جدا للمرمى المنافس، بس يعني بس الاهم هو ترجمه الوصول للاهداف. الترجمه لكن ترجمه النادي الاهلي للفرص اللي بتتاح ليه اقل بكتير جدا من المفترض المطلوبه. يعني احنا شفنا نسبه النادي الاهلي ممكن تكون الترجمه اقل من 50%، وده امر مقلق جدا. يعني انا شايف ان الترجي يعاني دفاعيا، والنادي الاهلي عنده مشكله في ترجمه الفرص الهجوميه. صحيح. معانا السعيدي كابتن منتخب تونس على التليفون. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكيد منورنا في كلام في الميديا وبالتحديد في قناه نادي الاهلي. معانا كمان استاذ علاء عزه الناقد الرياضي في الاهرام. ازيك عامل ايه؟ ربنا يخليك. زي كريم، زي حالك؟ ربنا يخليك. شكرا حبيبي. اكيد بنسالك عن اللقاء الهام ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي جايه على ملعب استاد برج العرب في اسكندريه، شايف اللقاء ده ازاي؟ والله اولا انا يعني كنت لاعب في النادي الافريقي، يعني من احد الافريقي، بس دايما يعني الترجي يعني فريق كبير في تونس، فريق اكيد يعني طبعا هو فريق عنده كثير احباء. الناس الكل يعني في تونس قاعدين بيتكلموا على المقابله الكبيره اللي حتكون في مصر. الترجي فاز الاخير، يعني يعني كان الاخر ماتش مع ضد الفريق الكونغولي كان ماتش صعب. يعني كان ماتش يعني دارت فيه كل الاحاديث على الـ على الـ الـ الحكم والحكم. كابتن كريم
واضح ان في مشكله في الاتصال. كان معانا دلوقتي كابتن كريم السعيدي كابتن منتخب تونس السابق. نرجع نكمل كلامنا مع استاذ بس كريم السعيدي يعني كابتن منتخب تونس السابق ومدافع دولي كبير جدا وشارك في كاس عالم. الاهم ان هو زامل حسام غالي وشريف اكرامي في رحله احترافهم في نورد الهولندي. وكان حريص جدا ان هو يسافر من تونس للامارات ليحضر ماتش اعتزال حسام غالي في الامارات. وانا قابلته هناك وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان هو يكون حريص انه يكون موجود. وانا سالته قال ان انا عرفت من خلال الصحف ان مباراه اعتزال حسام غالي. فقال لك انا جيت الامارات حتى بدون متواصل مع حسام غالي جيت عشان احضر المباراه نفسها. فانا بشكره جدا. ويعني كريم من الشخصيات او من اللعيبه اللي بجد يعني لعيبه كبيره جدا جدا وعندها حب كبير للنادي الاهلي واحترام وتقدير للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. اكيد. طيب عايزه ارجع اكلمك تاني عن الجماهير واهميه الجماهير طبعا في لقاء النادي الاهلي سواء بقى هنا او في رادس. فشركه برزنتيشن سبورتس الشركه الراعيه للنادي الاهلي خصصت 5 طيارات عشان تنقل بيهم جماهير النادي الاهلي والاعلاميين لتونس عشان يحضروا اللقاء النهائي ان شاء الله ما بين النادي الاهلي وتونس هناك. شايف الخطوه دي ازاي؟ ده طبعا خطوه مهمه جدا جدا. احنا اذا كنت النهارده انا قريت النهارده في صحافه تونس ان في 8 طائرات هتنقل جماهير الترجي هنا. فهم بيقولوا 8 8 طائرات. فبالتالي هم قالوا ان احتمال كبير جدا ان عدد جمهور الترجي هنا يزيد عن 5000 ما بين 5000 وبين 8000 مشجع. وطبعا ده رقم كبير جدا في نهائي انك يكون صحيح. فشايف ان النادي الاهلي وجود اكتر من 2000 او 3000 مشجع ده امر مهم جدا للنادي الاهلي. وخاصه ان جمهور الاهلي اللي بيسافر ورا فرقته بيكون صوته عالي جدا 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 في الماتشات دي. صحيح. فانا شايف ان هيكون لهم تاثير مهم جدا جدا في مباراه رادس باذن الله. زي ما يكون طبعا انا شايف ان جمهور الاهلي هيكون هو اللاعب رقم واحد. انا هقول لحضرتك حاجه يعني لولا ان مباراه امبارح كانت الاهلي مع الوصل كان ما كانش في حضور جماهيري. انا لو كان في حضور جماهيري كان فرقت بنسبه 100%. يعني النادي الاهلي كان لازم كان يفوز. اكيد. رجع لنا تاني على التليفون فضل. كابتن كريم السعيدي نجم منتخب تونس السابق مساء الخير على حضرتك مره تانية. مساء الخير. ما فيش مشكل. اظن ان في شبكه وحشه في تونس مش عارف لا ولا يهمك. كنا بنتكلم عن لقاء النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع الترجي التونسي وكنا بنسالك انت شايف اللقاء ده ازاي؟ والله اللقاء شايفه يعني ان شاء الله يمر يعني بظروف يعني امنيه كويسه. ان شاء الله بتكون الروح الرياضيه اهم حاجه في الموضوع ده. أكيد. طبعا لقاء الشقيقين العربيين اكيد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طبعا الترجي والاهلي يعني فرق دايما بتكون في الدوري النهائي في الدوره الكبيره دي. يعني فريق مسموع زي الاهلي عنده القاب كبيره. انا يعني كان عندي الحظ ان العب مع حسام غالي حبيبي في نادي فاينر في هولندا وكمان شريف اكرامي اصدقاء يعني اوفياء. يعني طبعا فريق الاهلي فريق كبير والترجي زي ما ننساش يعني الفتره دي بيعدي فتره ايجابيه. حتى الاسبوع ده في الدوري التونسي يعني فاز 2-0 يعني كان متميز. يعني بعد الفوز الكبير اللي كان في المسابقه في الدوره في اخر ماتش مع الفريق الكونغولي صح زي ما قال كابتن علاء. يعني فريق الترجي عنده خلل في الدفاع والاهلي انا بشوف اللي هو الهجوم بتاعه يعني ناقص شويه تركيز. يعني في عنده كثير لعيبه عندهم الخبره فريق الاهلي وانا بتصور حيكون ماتش جامد زي ما بتقولوا بالادب المصري. ان شاء الله الفوز يكون يعني اللي يلعب احسن هو اللي يفوز ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ نعم. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ والله كان حسن شرف اني كنت هناك يعني بقالي 5 شهور في مصر. ان شاء الله المره الجايه بتكون هناك ان شاء الله. يا كريم انت رحت الامارات يا كريم وحضرت ماتش اعتزال حسام غالي. قلت لك انا حبيبي حسام عديت معه فتره كويسه في فاينورد يعني 5 سنين وكان من اللاعبين يعني الجامدين يعني في هولندا وكان يعني صديق كويس. وانا الشرف لي بكون في اخر ماتش في الاعتزال بتاعه. يعني حسام ما شاء الله عليه يعني لاعب محترف كان عنده قوه شخصيه كويسه وانا حقيقي
بحترمه صراحة. شكرا ليك كابتن كريم السعيدي كابتن منتخب تونس السابق، نورتنا في قناة النادي الأهلي. نرجع تاني نتكلم مع حضرتك أستاذ علاء عزة الناقد الرياضي في الأهرام. كنا بنتكلم طبعا عن أعداد الجماهير، ويمكن زي ما كنا اتكلمنا كان في تصريح لشركة بريزنتيشن سبورتس من أيام إن هي هتسفر 5 طيارات مليانة بجماهير النادي الأهلي وبالإعلاميين عشان يساندوا الفريق هناك إن شاء الله في اللقاء النهائي. في شركات سياحية تانية برضه منظمة رحلات، أنا قريت إن أو شفت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي في النادي الأهلي كمان منزلين شركات سياحة في منزلة أكثر من تقريبا شركتين غير بريزنتيشن. فيعني أنت حضرتك ممكن تتكلمي مثلا إن ممكن 10 طيارات تسافر مع النادي الأهلي، يعني ممكن يكون في يمكن تكلفة السفرية مش قليلة. لا يبقى أقل تكلفة 10,000 جنيه، ما أظنش إن دي يعني متناولة للجميع دلوقتي. دي بسبب ارتفاع سعر الدولار، يعني أنت بتتكلمي إن التذكرة تونس بس 7. صحيح. يعني أعتقد إن بس شركات السياحة دلوقتي يا جماعة عاملة الرحلة بأربع أيام تقريبا بفطار غدا عشاء حاجة كده باللقاء بالإقامة ب 10,000 جنيه. هي يعني أنا لولا بس ارتفاع سعر الدولار كان ممكن الرحله دي كانت تبقى رحله سهله جدا 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 للمصريين، يعني كان ممكن مثلا توصل رحله مثلا 4,000 جنيه لو كان سعر الطيران زي ما هو مع ارتفاع سعر الدولار. صحيح. لكن طبعا ارتفاع سعر الدولار تذكره تونس ب 7,000 جنيه لوحدها، فبالتالي الامر يعني فالعروض اللي معموله دي اللي ب 10,000 جنيه دي كويسه جدا، جدا يعني جدا على الاقامه وال الفيزا كمان والوجبات والانتقال منه والى المطار وكمان. في واحد كلمته ازاي 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 انت تعمل الرحله ب اكيد دول محبين بقى للنادي الاهلي. فعلا فيهم من الناس محبين جدا جدا للنادي الاهلي، وقال احنا مش مشكله، ما احنا مش عايزين نكسب من الرحله دي، احنا عايزين اكبر قدر. واظن برضو ان نتيجه اللقاء هنا هتفرق في 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 الاعداد اللي رايحه هناك، يعني لو شفنا نتيجه ايجابيه هنا، نتيجه مريحه هنا، لو شفنا مثلا النادي الاهلي بيكسب هنا 3-0 مثلا، يا رب ان شاء الله هتلاقي الناس كلها بقى رايحه وهي واثقه عندها ثقه هناك ان احنا ان شاء الله هنرجع واحنا راسنا مرفوعه. تحجز مباراه تحجز على رحله تونس دي مع الشركات الخاصه دي بدون نتيجه بغض النظر. هم قال لك احنا هنكون مع الاهلي يعني بغض النظر عن نتيجه مباراه الذهاب، لان قال لك يا اما ان النادي هيكون محتاجنا اكتر في مباراه العوده في رادس، يكون محتاج وجود جماهير بشكل كبير جدا طبعا، ويا اما نروح نحتفل مع النادي الاهلي بالبطوله. قال لك نفسي نحتفل مع النادي الاهلي بالبطوله. فمهما كانت نتيجه مباراه الذهاب اعتقد جمهور النادي الاهلي هيبقى محتاج جدا جدا جمهوره في مباراه العوده في رادس باذن الله يوم 9 نوفمبر. يعني الماتش هناك هيكون لازم لا بص مستحيل يعني بحكم النهائيات اللي فاتت دي كلها، مستحيل ان في فريق بيحسم لقاءات بيحسم الامر في مباراه الذهاب. يمكن شويه لان دايما بيكون في رومنتادا مثلا متوقعه للفريق يعني الاخر وهو يعني في وسط جمهور. شفنا احنا الاهلي لما كسب بطاقه الصيف 2-0 هنا الناس قالوا نتيجه رائعه جدا، لكن لما شفنا مباراه العوده هناك الناس قلقت رغم ان النادي الاهلي تقدم في الاول، ولما لما النادي الاهلي تقدم كل الناس كانوا موجودين بيشوفوا المباراه قالوا ان الاهلي قتل المباراه، لكن شفنا ازاي وفاق الصيف رجع بسرعه تاني وجاب جونين، وكان ممكن كان قريب جدا هو ممكن يعمل منتدى، لكن الحمد لله النادي الاهلي صمت في اخر ربع ساعه، وكان امر صعب جدا علينا يعني كان عشنا ربع ساعه صعبه جدا. صحيح الحمد لله ربنا صبر. الحمد لله. طيب امبارح في لقاء النادي الاهلي بالوصل الاماراتي كان في شكوى من باتريس كارتيرون على التحكيم، وقال احنا كان لينا ضربه جزاء ولم تحتسب. تقنيه الفيديو والفار ان شاء الله هتتم تطبيقها في اللقاءين النهائيين لبطوله دوري ابطال افريقيا في اللقاء القادم على برج العرب باذن الله، واللقاء اللي بعديه في رودس. تقنيه الفار او الفيديو هتساعدنا قد ايه؟ لا هتساعدنا بنسبه كبيره جدا جدا، احنا لحد دلوقتي احنا حظنا وحش في التحكيم الافريقي. احنا عندنا حاجتين الاهلي مش محظوظ فيهم. يعني ان دايما بيلعب الترجي دايما وابدا، يعني الاهلي بكل ما بيلعب الترجي في اي في دوري ابطال افريقيا حتى في الكونفدراليه لما لعبوا الكونفدراليه دايما وابدا النادي الاهلي بيلعب الترجي مباراه الذهاب في القاهره. يعني الاهلي مش محظوظ خالص مع الترجي في القرعه، دايما يلعب مباراه الذهاب في القاهره ومباراه العوده دايما بيكون في تونس، وده امر من سنه 90. يعني تخيل من اول مره النادي الاهلي قبل الترجي فيها لحد اخر مره الاهلي قبل الترجي فيها دايما تبقى مباراه الذهاب في القاهره ومباراه العوده تبقى في تونس، وده امر يعني مصادفه غريبه جدا جدا جدا. تاني حاجه ان النادي الاهلي طبعا ما ينساش بطوله 2011 اللي خسرناه، اللي احنا خرجنا من بسبب هدف انرامو الشهير بالتحكيم افريقي فاجر جدا. تقنيه الفار دي طبعا هيكون اكثر المستفيدين بيها، لكن للاسف الشديد طبعا احنا تقنية الفار دي الاتحاد الافريقي استدعى
تسع حكام منهم ست حكام ساحه. للاسف السته دول منهم حكم مصري اللي هو الكابتن جاد جريشا، فكانت جريشا استبعد منها. كان فيها فيكتور جوميز الجنوب افريقي وبلاك تسيما ملاك اللي هو الاثيوبي، وطبعا دول هيستبعدوا من اداره المباراه النهائيه لانه ادار نصف النهائي. الزامبي سكورازي برضو تم استبعاده من ادار مباراه الترجي مع اول اغسطس، فبالتالي بقي عندنا حكمين بس للمرشحين للنهائي، او هم الحكمين اللي هيديروا النهائي. الجزائري سعد مشرف مهدي شرف، والجنوب افريقي اسف بكار الجنبي. فللاسف الشديد يعني احنا فوجئنا فجاه ان لقينا نفسنا ما فيش غير اثنين حكام بس. صحيح. الجزائري اللي هيدير مباراه، انا كنت اتمنى ان بكار الجسام يدير مباراه الذهاب والجزائري يدير مباراه الاياب. يا ريت. بس يعني ان شاء الله باذن الله تقنيه الفار دي هتفرق معانا كتير باذن الله، ونشوف تحكيم عادل، ومش هيبقى عندنا اي شكاوي بعد اللقاء. كان هي ضربه جزاء ما اتحسبتش، كان في هدف واتحسب اوف سايد. وهو لو كانت طبقت في من فتره طويله كان النادي الاهلي لو كانت موجوده في البطوله اللي فاتت كانت فرقت كتير قوي. انا اسف جدا. لا ولا يهمك، الف سلامه على حضرتك. طيب لما اتكلمنا عن تقنيه الفار وهتتم ان شاء الله او هيتم تطبيقها باذن الله في اللقاء القادم على ملعب برج العرب، ازاي في الكونفدراليه ازاي بقى مصر تستفيد من يعني ايه استخدام التقنيه دي على ملعب برج العرب؟ ازاي ممكن نستفيد من التجربه دي؟ يعني انا قلت لحضرتك احنا كان عندنا حكم واحد بس مصري اللي هو جاد جريشة، بس هو الوحيد اللي انتظم الحكام المصريين في الدوره اللي عملها الاتحاد الافريقي من يوم 24 اللي انتهت النهارده 29. يعني هي كانت مده خمس ايام بس، كان فيها زي ما قلت لحضرتك تسع حكام منهم ست حكام ساحه وثلاثه حكام رايه. للاسف ما عندناش حكم الا حكم مصر واحد. انا كنت اتمنى ان اثناء وجود هذه الدوره ان احنا يكون الكابتن عصام الفتاح رئيس لجنه حكام ان هو يمد الدوره دي للحكام المصريين. كنت اتمنى ان هو يوجه الحكام المصريين ان هي حتى بعد انتهاء الدوره الرسميه اللي منظمها الاتحاد الافريقي للحكام التسعه دي، كنت اتمنى من الكابتن عصام الفتاح ان هو يمد الدوره دي اسبوع اخر ويتم تدريب الحكام المصريين عليها. طبعا الامر طبعا انا عارف ان هو مكلف جدا وصعب جدا ماديا، لكن ممكن تكون فرصه ان احنا على الاقل خالص التجربه تطبق في ملعب مصري، فبالتالي ممكن جدا نستفيد من التجربه دي ان احنا نشوف ازاي التجربه عملي بتطبق ازاي في ملعب برج العرب، ويكون في اكتر من حكم مصري. يكون موجودين. كابتن عصام فتح اتمنى يكون موجود في الغرفه اللي هيكون فيها اداره الفار دي، ويشوف ازاي الامر بيطبق عمليا، ويشوف ازاي ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه التطبيق هنا في مصر، وان شاء الله باذن الله تكون فرصه لينا باذن الله ان احنا لما تطبق تقنيه الفار في مصر هنا واستاد برج العرب ان شاء الله باذن الله ممكن نستغل التجربه دي ونطبقها باذن الله مستقبلا في ملاعبنا المصريه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب بعيدا بقى عن الفنيات ونسالك عن توقعاتك لنتيجه المباراه القادمه للنادي الاهلي. تمنياتك بقى. لان انا عارفه ان الكوره ما فيهاش اصلا توقعات. لا انا يعني انا على الضوء الفني لان احنا اصلا لو اتكلمنا عن التوقعات يعني نرجع لمباراه امبارح كده، يعني الوصل ده متزيل جدول الدوري الاماراتي يا جماعه، وكان بيعاني في المباريات الاخيره، جه فجاه بالعدل مع النادي الاهلي. وقال المدير الفني وجاب مدرب وطني شاب يعني صغير وبالحمى بقى الشباب بتاع الشباب دي قدر يعمل المباراه. لكن انا لو اتكلمت على اتوقع على ضوء الاداء الفني للفرقتين، لا اعتقد فرصه النادي الاهلي كبيره جدا 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 يعني. والنادي الاهلي يعني انا شفت دفاع امبارح، شفت اتفرجت على مباراه الترجي وحمام الانف اللي كسبها في مشكله في الدفاع. عندهم مشكله، ومباراه اول اغسطس وضحت المشكله دي بشكل كبير جدا. يعني تخيل لما الفريق يسجل ثلاث اهداف، فريق انجولي يسجل ثلاث اهداف منهم هدف الغاء الحكم، وفي طبعا كانت ضربه جزاء برضه الحكم ما حسبهاش. فانا شايف ان لو قسناها امور فنيه، لو النادي الاهلي استغل 50% فقط من الفرص الهجوميه ليه قدام الترجي، وكمان استغل اخطاء الكارتيه الخاصه بالدفاع طبعا. ما انا بقول لحضرتك لو استغل النادي الاهلي 50% من فرصه الهجوميه، اعتقد باذن الله الاهلي يكسب 2-0 هنا في القاهره باذن الله. يا رب ان شاء الله، يمكن اكتر كمان ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ علاء عزت الناقد الرياضي في الاهرام، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. اشكرك جدا، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده. يوم سعيد عليكم.